مطار القليعات. انتو هذه الكتلة حملت هذا المشروع وراحت فيه عند عدد من الكتل السياسية من بعد ما أثاره سجي عطية رئيس لجنة الأشغال النيابية بمجلس النواب باللجنة، وكان في ردود فعل متفاوتة من القوى السياسية. بدي أسمع شو صار معك. الغرام المستحيل. يعني ما بعرف المطار صارنا من سنة أي سنة؟ صارنا أول مرة أنت طلبت. أنا بلشت إذا بدك جديا نشتغل على المطار من 2008-2009، وأنا وطبعا زملائي بوقتها بالمجلس من العكار ومن الشمال، كان بوقتها في إشكاليات وما إشكاليات لحتى رجع انطرح. كان أيام حكومة الرئيس الحريري، كمان بوقتها ما كان الجو بوزيتيف. شو يعني؟ ما شو يعني ما كان الجو بوزيتيف؟ هذا ما بت إنه شو يعني؟ ما أنا أعطيك، ما بدك أوضح من هيك. إيه شو اسمه بوقتها ما اجينا جواب انه مش طيب. فيني انا مهد لك للحديث. اليوم في قوى اساسيه بالبلد، اكثر القوى الاساسيه هي كان سعد الحريري بوقتها كتيار مستقبل لانه موجود كثير بعكار، وكان التيار الوطني الحر، وكان حزب الله وحركه امل والاشتراكي. الاشتراكي ما خصه بعكار وما بعتقد اصلا بيعارض فكره هذا الموضوع. التيار الوطني الحر بعرف النواب عكار بالتيار وهن كمان عم يطالبوا معكم بانشاء هذا الها. بقي مين؟ بقي انتم كنتوا تيار مستقبل وحزب الله وحركه امل. نعم. هون بلش الحديث، تفضل. هي بس بصراحه بوقتها كانت الكلام انه في هواجس عند حزب الله بموضوع المطار، عم نحكي بال 2011. هلا هواجس شو يعني؟ ما فهمت. هواجس من فتح المطار. هلا خليني اقول لك قبل مشان نكون كمان دقيق بالكلام، مشان ما نكون يعني عم ننقص شيء. بال 2011 كان النقاش انه فتح المطار، وهذا مزبوط الكلام، مش انه حجه كانت. فتح المطارات بدول العالم كلها بدها هيئه ناظمه لقطاع الطيران المدني. صحيح. بلبنان طلع القانون على ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتصور بال 2000 وبالسنه 2000. اختلفوا بوقتها على مين رئيس هذه الهيئه، طائفيه رئيس هذه الهيئه. وبالقانون الدولي تبع الطيران تفتحي مطارين باي بلد بدك هيئه ناظمه. انشئت الهيئه الناظمه تمهيدا لفتح مطار الرئيس الشهيد رنيم عوض بالقليعات او مطار ثاني بالبقاع او غيره. كل الدراسات اجت تقول بلبنان، الشركات اللي عملت دراسات، انه المطار الثاني المؤهل بعد مطار رفيق الحريري هو مطار رنيم عوض بالقليعات. هيدا الدراسات التقنيه كلها سوا. اجوا بوقتها بدنا نعين على ايام حكومه الرئيس الحريري انه خي عينوا لنا هالهيئه العامه لقطاع الطيران المدني تمهيدا لفتح مطار القليعات، لانه بالقانون تنفتح المطار الثاني بدنا هالهيئه تتعين. فاختلفوا بوقتها مين رئيس الهيئه. نعم. ووقتها أنا بيقول لي الرئيس الحريري إنه الهيئة بعد منا مكتملة الأمور مع الحزب على قصة الفتح المطار فوق. راحت القصة، فرطت الحكومة من بعدها وراحت الأمور إلى أن هلأ إجا رئيس لجنة الأشغال سجي عطية زميلنا طرح من جديد هالموضوع، لأنه هيدي لجنة الأشغال يعني المطار وكذا كلهم تابعين له. طرح هذا الموضوع من جديد باللجنة، وعملنا نحن اتصالات سياسية كتكتل اعتدال، عمل اتصالات سياسية بهالموضوع وأخذنا قرار كتكتل نبرم على القوى السياسية كلها بالبلد ونشوف شو الطريقة. ما تنسي اليوم أنه أول شيء عندك وزير الأشغال العامة هو من حزب الله. نعم. وأي اقتراح هلأ شو المخرج اللي التقى؟ بس نقول مش هي موضوع الهيئة العامة لقطاع الطيران. الهيئة العامة لقطاع الطيران إذا فتحتي مطار القليعات مستقل، مطار الرئيس الشهيد رنيم عوض مستقل عن مطار بيروت، بدك هيئة عامة. بدك هيئة. طلعت فكرة إنه خلينا نفتح هلأ بما إنه ما عنا هيئة عامة وما رح نقدر نتفق هلأ على تعيين هيئة عامة بمجلس الوزراء الحالي، خلينا نفتتح مطار القليعات فرع من مطار بيروت. بنكون عملنا إذا بدك مخرج قانوني لفتح المطار، وهذا مخرج قانوني ممتاز. فقلنا بما انه التقى المخرج القانوني بعد فيه القرار السياسي، القرار السياسي يقتضي انه وزير الاشغال العامه يعمل اقتراح لمجلس الوزراء بفتح مطار القليعات، مطار رئيس الشهيد رنيم عوض بالقليعات كفرع من مطار بيروت. هيدي هي بعد منا اذا صدر القرار عن مجلس الوزراء بتمشي اجراءات التلزيم. واذا بدنا نعمله يجي تيجي شركه تعمله او غيره، الاجراءات التقنيه كيف بده ينفتح بالتلزيم هيدي بتتقرر بمجلس الوزراء. لانه وزير الاشغال من الحزب، قلنا نحن كتكتل اعتدال معنيين نحن اول ناس بمساله هالمطار، خلينا نروح نبلش من عند الحزب
وبنعمل جولة على كل الأحزاب، لأنه حتى مش بس الحزب وحده. نعم. في عندي كتلة الرئيس بري، عندك تكتل كتلة التيار الوطني الحر، الكل. هلا أوكي، بعض الكتل مواقفها معلنة بالموضوع، كتلة الحزب موقفه منه معلن، حزب الله موقفه منه معلن بشكل رسمي إذا هو مع أو ضد. احملنا حالنا ورحنا على هذا اللقاء. رحتوا بلقاء مع مين؟ رحنا تكتل الاعتدال، رحنا على لقاء عند كتلة حزب الله، استقبلنا الحاج محمد رعد ومجموعة من الزملاء النواب، وصار في نقاش بهذا الموضوع. تبين انه في هواجس معينه عند الحزب، هلا المجالس الامانات انا ما فيني احكي بكامل التفاصيل، بس تبين انه في هواجس معينه عند الحزب. انا شخصيا ما طلعت اذا بدك من الاجتماع يعني مرتاح انه هذه القصه رايحه باتجاه سريع بفتح المطار. هلا بعض الزملاء اللي كانوا معي انه لا خلينا نكون اكثر ايجابيين بهذا ونشوف لوين فينا نوصل بنتيجه. انا مشان ما اكون اذا بدك عم يعني سبب بانه نحن نخربط هذا الموضوع، بقول لك خلينا ننتظر. انا شفت الكلام اللي صار، ما شفت انه الامور رايحه بشكل سريع انه يلا اتكلوا على الله ومشينا وروحوا. ما في قرار سياسي تم تامينه كرمال اعاده تشغيل مطار الايعاد، لانه كان اللقاء انه في محاذير عند حزب الله، هواجس. اذا بدك وهذه الهواجس صراحه انا ما كثير اقتنعت فيها. يعني شو هي هذه الهواجس؟ هواجس يعني أمنية وتقنية وغيره وغيره. أمنية كيف يعني؟ أمنية يعني عندهم هواجس أمنية إنه هالمطار مثلا يصير يعني يدخل عليه ناس. هذا مع العلم إنه هلا عم نحكي شو عم يدخل على الحدود كل يوم، يدخل عليه ناس شو يعني؟ داعش إنه مثلاً إنه ناس يعني إنه خايفين يفوتوا داعش عبر المطار. هلا بيقدروا يفوتوا على مطار بيروت إذا بدهم يفوتوا، بيقدروا يفوتوا على الحدود هلا على يعني قلت لك أنا الهواجس اللي انطرحت بدون ما نفوت بتفاصيلها ما شفت. لا أنا بس أنه هواجس أمنية يعني اليوم يخشى حزب الله من فتح مطار الأليعات لأنه عنده هواجس أمنية محيطة في هذا المطار إذا بدك، وتقنية، وطرحوا مواضيع تقنية يعني؟ أنه مواضيع تقنية بدها نقاش، لأن إحنا خليه لي شارك. بس أنا قصدي شو التقني اللي بيشغل البال؟ ما انطرحوا، قال هني أنه في هواجس تقنية بدها نقاش. وآخر شيء انتهى الاجتماع أنه خلينا أن يعني اليوم الأستاذ سجيع عطية رئيس لجنة أشغال كلفوا أحد الأشخاص هني من عندهم، ما بعرف من رجعوا كلفوا، قالوا منتفق على حدا بيتابع معه للأستاذ سجيع تيشوفوا لوين بدنا نوصل، إذا فينا نوصل إلى تزليل كل هيدي المواضيع. هلأ أنا لأنه بعرف الموقف قديما، أنا شخصيا أنه كنت من النواب القدم وبعرف الموقف سابقا بهالموضوع، انا كان عندي اذا بدك يعني راي الموقف السابق اللي هو شو رفض اللي هو يعني رفض كان رفض عندي حزب الله ليه ليه سلبيه هالموضوع ما بعرف انا بصراحه عن جد ما اقتنعت انه ليش الا اذا في شيء غير معلن ما بده ينقال او انه هذا المطار بمنطقه يمكن بعيده عن سلطه حزب الله ما بعرف بصراحه يعني فيك تحللي شو بدك شو ما بدك. هلا في كلام تاني انه لا وطولوا بالكم وبكره بتمشي الامور ما بتمشي. هلا اذا مشيت الامور انا من عندي بقول لك بشكرهم، واذا ما مشيت الامور تكون الامور عندهم مش عند حدا ثاني يعني. يعني انا هذا الامور بشكل واضح انا ما بدي اكون قلت لك سلبي عم عطل على هذا الموضوع، خلينا نكون ايجابيين ونقول لا مثل ما قالوا بعض الزملاء لا بركي. بس انه اي متى اول مره طرحتوا على حزب الله اعاده تشغيل مطار الايعاد؟ اي متى اول مره؟ وقت حكومه الرئيس الحريري بتصور الاولى. اي سنه يعني؟ 2011 كنا وقتها اسقطت الحكومه، يمكن 11 ما بعرف اذا بال11 لا بالحكومه يمكن بالحكومه الاولى بتصور. وكان الجواب رفض. ايه ورجعت بالحكومه الثانيه صار في كمان نفس القصه وكمان كان الجواب رفض كمان ما كان الجواب. ولانه في انه هواجس امنيه انه هذا المطار بعيد عن البيئه يلي ما بعرف وقتها ما قال وقتها الرئيس الحريري ما قال لي شو السبب، بس قال لي انه هذا الموضوع هلا مش ظابط. هلا يمكن قالوا له اسباب لا له بس ما بعرف انا شو الاسباب. هلا انا قلت لك هلا ايه محمد رعد انا محمد رعد رئيس كتله الوفاء للمقاومه قال لكم اياها لا لكم. هلا انا عم لك بهالاجتماع بالذات طرحوا بعض الهواجس بس ما يعني انا قناعتي انه الامور صعبه. هلا قلت لك بنترك الموضوع للايجابيه مع الزملاء بركي في مجال نرجع على هذا، وبرجع بقول لك انا انه هالموضوع صار اذا شفتيه مشي معناتها الحزب مشي. نعم. واذا ما مشي معناتها بيكون عند الحزب، لانه انا ما شايف بصراحه حدا ثاني ممكن يكون عنده اعتراضات على هذا الموضوع بالبلد. هيك عم بسمع على الاقل المواقف المعلنه، ونحن على كل كتكتل
رح نعمل جولة هلا على كل الأحزاب السياسية، رح نطلع عند القوات، عند الكتائب، عند التيار، عند حركة أمل، عند الكل، ونسمع مواقفهم للكل، وعلى أساسها بدنا نعلن المواقف كلها سوا، ونحن ناطرين جواب رسمي من الحزب إنه أنتوا يعني إذا كل هالكتل السياسية من هذا الاقتراح، إذا كل هذه الكتل السياسية كانت إيجابية، ليش أنتوا وحدكم بتكون تبقوا؟ إذا هني وحدهم بدهم يبقوا عندهم يعني هواجس وعندهم اعتراضات، ساعتها بتكون مشكلة هون. يعني نحكي بصراحة، أنا ما فيني آخر شيء أطلع أقول لأهلي بعكار إنه لا والله أنا بدي أخبي مين اللي ممكن يكون ضد أو مع. نحن بعد ما نعمل جولة على الكل، يمكن نعمل جولة على الكل نلاقي كمان في أحزاب تانية عندها اعتراضات، خلينا نبرم ونشوف، وعلى أساسها نطلع بالنتيجة النهائية. وإذا فعلا في هواجس عند الحزب جدية يجب تزليلها، نحن لازم نشتغل نحن وياهم على تزليلها. إذا كان فعلا الموضوع هو موضوع يعني تقني منه موضوع سياسي، إذا بالتقني لازم نشتغل كلنا على تزليل الأمور التقنية، أما إذا بالسياسي صار موضوع تاني.